السلام عليكم الاخوات. اليوم اللي طالب اخت طلبت مني لي كاتو روس حلوه الطبقات. تسمح لي بزاف 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 اللي طولت عليها بزاف لي ظروف ومع ظروف وبعض الوقت تاع الاختبار تاع ولادنا. تسمح لي واليوم راني لبيت لها طلب تاعها. هي هذا كاتو روس ماشي كيما الاخرين بطريقه هايلة منيحة ويجي خفيف ما يجيش هذاك اللي يتفتت، يجي موالو كما نقولوا حنايا، يجي ذوق ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتبعوني في المراحل تبعوا لي نخدموهم بهم ان شاء الله على بركة الله. العجينة هي واش نسحقوا فيها، انا هنا نكيت نحتاج 3 كيسان تاع فارينة، نسحق 3 حبات بيض، نسحق 3 حبات بيض، نسحق كاس تاع السكر، هاوليك كاس ونص تاع السكر، نتمنى ان شاء الله يبان في الفيديو كاس ونص السكر، ونسحق نص كاس تاع عسل. انا العسل هذا نخدمه في الدار، ونسحقوا لافاني، ونسحقوا 200 غرام تاع انا كيلتها 200 غرام تاع مارغرين. دوكا كان نعاود نولي خاطرش ندير كلش كيما قلت لكم. هذه ماشي كيما لي كاتو روس حلوه الطبقات الاخرى، هذه بطريقه واحده اخرى. انا دوك نزيد نروح للمرحله هاد، وريت لكم المقادير، دوك نوريكم كيفاش نخدموها فوق النار. ومقبل ما نروح نخدمها فوق النار نحضروا مقبل، انا حضرت واحد ورق الزبده ماشي على الوجه تاعو، نحطوا العجينه بالمقلوب. ناخذ هذا الاناء نشكل دائره، راح نطيب باسكو فوقو نوريكم انا واحد قدامكم. هذا الوجه اللي نحط عليه العجينه، انا ما نرسمش هنا، نرسم هنا على قفاه بالمقلوب هكايا. نحطوا هذا الاناء، ولا عندك سنيوه مدوره ولا عندك صح اي حاجه، هذايا راح يسهل لي العمل تاع العجينه. دوك تفهموا تبعوني دوك تفهموا دوك تبعوني برك المراحل اللي نخدموا بها، هاوليك يبان لنا الشكل. هذه هي دوك انا نروحوا ننتقلوا للمرحله تاع كيفاش نخدموا العجينه. بسم الله. شوفوا الاخوات، انا جبت نورمالمون ندير لكم فوق الطابله، مي كيما تعرفوا باش باسكو كيما قلت لكم العجينه لازم تطيب. الكسرونه هاي ليك على نار قليله هكذايا، ناخذ كسرونه اللي ما تلصقش هكذايا، نديرو 200 غرام تاع زبده، نخلوها حتى تذوب هكذايا. تلحق المرحله تاع الذوبان تما تكندير في العسل، تبعوا هذه هي المرحله الاهم تاع العجينه، خاطش الا غلطتي ما تنجحلكش. بعد تقولي بالك ما عطيتكمش المقادير تاعها ولا ما عطيتكمش طريقه العمل تاعها. كيما راكم تشوفوا انا نزيد لنا شويه هذا قسمه الدوب لي زبده، غد بلا ما تغلي غدو بالزبده. هنا نحطوا العسل، الحاله غنشوف الزيت هكذا تخلط العسل والزبده. هنا في هذه المرحله نزيدوا السكر، هاوليك السكر ما حش يذوب لنا تماما، مي شويه هاوليك، قلنا كاس ونص عفوا، هاوليك الاخوات تحسي بلي السكر داب شويه، هاوليك خليناه على نار كيما قلت لكم ماشي قويه ماشي قليله، ما بين وبين هاوليك هكذايا. دوك هكذا راني نحس السكر دابلي، هاوليك ماشي يدوب يدوب، مي ماشي كيما كان الاول هكذاك حرش. دوك في هذه المرحله انا واش نزيد تاع فرينه هكذا، هكذايا
شو راح نديرو لاباتا شو. نقصوا للنار تاع هكذايا، هنا نقصيلها نزيد واحد نص مغرفة تاع بيكربون، بيكربونات عفوا هانيك، نزيدو مغرفة هكذا كبيرة صغيرة تاع قهوة بومبي تاع لاباني، نخلطو هكذايا. أخوات هنايا عندنا ثلاث حبات تاع البيض، ما ديريش البيض بعد الفارينة، ديري فارينة باش البيض، باش البيض إلا درتي سبقتي في البيض مقبل فارينة راه يطيب لك البيض، بعد كي ديري فارينة تخسر لك العجينة تماما. دوك هنا بالحبة كيما الباتا شو هكذايا، صدقوني تتحصلوا على نتيجة ما شاء الله. قلت لكم ماشي لي كاتو روس لي مافين نديروهم، حبت طبقة تاع زمان هكذايا، هكذا ما راحش تحرك مستمر عينيك، ماشي جهد ماشي والو. هكذا هكذا نكملو هادوك زوج حبات عينيك، ما نديرهم ثلاثة على ضربة معليش ما كاش إشكال. هكذا بصح التحريك ما تحبسيش عينيك باش البيض ما يطيبلكش. هكذا نحي النار، نتمنى ان شاء الله لحقت لكم الفكره. هكذا نعاودو لي شويه بقيت باكي البيض يدخل في المقادير. هكذا هاوليك نزيدها شويه برك، دوك انا نفرخها في الاناء باش نبدا نمونتي الخبزات، دوك تفهموا شنو اللي حابه نقول لكم. هنا اللي كملنا المرحلة تاع النار فوق النار، دوك نديرو مرحلة تاع السنيوة ان شاء الله، نديرو شوية عجينة من هنا باش ما تصوتش هكذا، باش كيما نقولو لصقة هكذا برك غير شوية ماشي حاجة. هكذا في الوسط انا خديت الغراف هكذا مشيها جو بونس دو لوش يرفد هكذايا، ودوك بالمغرفة نسيي نسويها، ندخلها الكوشة على 180 تاخد غير ان كولور هكا، نسيي خدي الشكل دائري كيما قلتلك ما يهمكش ولا خرجتي شوية سي با ان بروبليم. هكذا ما تجيش خشينة، تجي طبقة رقيقة باسكو طبقة فوق طبقة راح نديرو ما تنساوش. انا ندخلها الكوشة ونعاودو ليكم ان شاء الله نفس العملية مع الثانية ومع الثالثة حتى نكملو العجينة. هاديك الاخوات انا بديت نطيبهم، قلت نسبق شوية لا فيديو، هاديك هادي الخبزة الاولانية اللي طيبتها في هذاك الشابي كويسون كيما قلت لكم هاديك، والعجينة قد ما تبرد تزيد تجمد ما تتقلقيش. هذه يعني خرجتها من الفرنو وهي تيات، لازم تنحيها من البابي هاليك، الاول تجي طريه هكذايا ونحطوها فوق خوتها هكذايا حتى نكملوا الكميه، ونفس الورق اللي خدمناه فيه نكملوا فيه هاليك. شوفوا كيفاش جمدت، الاول تكون شويه شاده روحها بعد تزيد تجمد ما تتقلقيش، هكذا حطيها في الوسط وبداي ديري هكذا باش نحقق لكم برك الفكره كيفاش نديرو العجينه. هنا يبردت لي معليش ما تقلقيش، وكيما غير بسياسه مي حطاتك في الاخير النتيجه ما شاء الله، ما تقلقيش باسكو العسل كيما تعرفوا العجينه فيها العسل سي نورمال كي تبرد تولي هكذا معلكه هكذا. دوك انا نكمل انا باش نحقق لكم برك الفكره كيفاش نخدموهم، هذه هي ونعاودو نولي لكم ان شاء الله كيما راكو تشوفوا قدامكم. انا النيس لي نخدمها في الدار، نيس لي كاراميل هاي لي نخدمها في الدار، عندها يا ربي وقيلا 25 يوم شهر هكذاك، ما خسرت ما والو، ناجحه 100%. عندنا هنا نص كاس تاع لاشونتيي، وعندي كاس حليب بارد كيما راكم تشوفوا هنايا راهو بلاسي باش تطلع لنا بيان تجينا بارده.
باش ولا كان ما عندكش حليب بارد بارد كيما هكذا كلاصي، خدميه هي قبل ما تخدمي لي كاطو، اسقي في فلاشونتي تاعك خدميها باش تبرد بالطبع باش تشد روحها، ومن بعد هذيك خدمي الكاطو. ولا كان كيما هكذا راكو تشوفوا هكذا تلج هكذايا بارد بالطبع تماتك واسي. دوك انا هنايا واش ندير، ندير واحد حوالي واحد انتي واش راكي حابه تدوق، انا ندير هكذا ميم با معمره كايتيك تاع نيسلي كاراميل، ندير ميم با نص تاع حليب ونشوف الكثافه اللي نحوس عليها هكذايا. بسم الله بسكوي رانا قلت لكم تبقى الاخرى راهي طيب، ونخليه لازم يبرد تماما باش نمونطي والكاطو تاعنا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هذه هي الطبقه الخامسه اللي درتها، هاني فتتها بسكرفاتش كما راكم تشوفوا. انا عندي لا شونتيه كما وريت لكم درتها بنسلي كاراميل، وعندي معجون تاع مشمش، وهم لي بسكوي بعد ما بردوا لي انا ناخذهم خذهم غير بالعقل. وهكذا تبسي كبير ولا خضا كيما هكذا منين نبسط لكم تاخذوا لا فورم تاعها، تقصوهم باش يجيك عمل عمل ساهل كي تمونطي. حاولي كيما راكو تشوفوا هامليك انا قطعتهم قايتك، شوفوا يجوا على خدمه بطبع نقيه يجوا ما شاء الله. كما راكم تشوفوا انا اربع طبقات، تشوفوا كيفاش طلع لي لا بياس تاعي. بسم الله نبداو. كما قلت لكم انا ندير شويه معجون، نتمنى ان شاء الله تجربوها. وكما تعرفوا البيدي الا كان صغير صغير بزاف على اللي شفتوه كيما تاعي ديروه اربع حبات، ولا كان متوسط ولا كبير خلو غير ثلاث حبات ما تزيدوش. هكذايا ثاني ماشي حاجه كبيره، قسمه تمسحي برك الوجه هكذا. نتمنى ان شاء الله هاني وفقت الطالب تاع الاخت من مدينه الورود، نبلغ لها تحياتي وناديه لها هذا لو كان هي معايا نشربوا قهوه كيف كيف. نديروا الطبقه الاخرى هكذا كيما راكو تشوفوا، نقولكم نمسحوا برك الوجه ويمد لها الذوق. كما راكم تشوفوا لي كاتيتا جابنيك، نضغطو هنايا شويه من قبل ما ندير المعجون باسكو ما نقدرش من بعد نضغط، غير هكذا ابان برك هكذا برك باش تضمني بلي او لصقلك. الاخت سختو اللي طلبتها مني هكذايا هكذا. وكيما قلت لكم ما عندكش اهميه تغطيها كاع كيما قلت لك باسكو حنا نزينوها بالبيسكوي. دوك هذا البيسكوي عاوليك نديرو عشوائي هكذايا، تحبي كاوكاو كيما قلت لكم ما ديريش هذا البيسكوي غايتك دير كاوكاو. ديك الاخوات في صحن التقديم دوك نقطعو انا قدامكم، وكما قلت لكم هي دو بريفيرونس كون تخلوها هكذاك مو ربع ساعه نص ساعه ما عندوش اشكال تاكلوه دوكا، مي دو بريفيرونس تخلوه باش المكونات تاعنا اللي درناهم يدخلوا في بعضهم هكذايا. هاوليك نتمنى ان شاء الله يظهر في الفيديو هاوليك هاوليك يجي ما شاء الله، تديه كهديه ولا عيد ميلاد يجي ما شاء الله. هاملك طبقات شتو كيفاش جا دو بريفيرونس كون خلوه يبرد شويه خير. شوفوا كيفاش طري ما يابس ما تضربي معاه ما والو، يجي ما شاء الله. هاوليك نتمنى ان شاء الله وفقت في الوصفه ولحقتها لكم بكل مراحل الى حتى صحن التقديم
هذه هي. واش نقول لكم اخوات، ديروا لي جيم، بارطاجيو وابونيو. هذا واش نقول لكم اخوات، في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في قناه وصفات وأذواق. سلام.